استطاعت المرأة البحرينية أن تحقق إنجازات كثيرة ولافتة على مستوى العالم، فحصدت المراكز الأولى في العديد من المحافل الدولية، وكان آخرها جائزة المرأة المتميزة في العلوم الإنسانية التي حصلت عليها الدكتورة دنيا أحمد. تخصصات متعددة، دراسات متنوعة، بحوث كتب ومؤلفات، استطاعت من خلالها أن تحصد العديد من الجوائز العالمية لترفع اسم البحرين عاليا. الدكتورة دنيا أحمد مثال حي على ذلك، بعدما حصدت لقب أول امرأة بحرينية تفوز بجائزة المرأة المتميزة في العلوم الإنسانية التي أطلقتها مؤسسة فينوس الدولية. المرأة البحرينية محظوظة، وإحنا يينا كنساء بعد في حقبة كنا نوعا ما محظوظين فيها، لقينا فيها الاهتمام الموجود. أنا كنت من الأوائل في دفعتي في الخدمة الاجتماعية، عشان كذي حظيت ببعثة من حكومة البحرين، جامعة البحرين الخدمة الاجتماعية، وكنت أول مرأة أحصل دكتوراه في الخدمة الاجتماعية. طبعا ذي كان بالنسبة لي مسؤولية على عاتقي، إن لازم ذي الدراسة اللي درستها أفعلها من خلال الأبحاث، من خلال النشر العلمي. وتخصصات العلوم الإنسانية ما تعطى في المكاتب، ما تعطى فقط في الأوراق، هي مو عن نظريات، هي لازم تكون دائما مختبرها الفعلي هو الميدان التطبيقي. وهاي اللي حاولت أني أسويه طوال سنوات من تخرجي الدكتوراه إلى الآن. هذه الشخصية العلمية في بحث دائم عن كل ما هو جديد في مجال العلوم الإنسانية، فخلال مسيرتها العلمية والعملية أطلقت العديد من المؤلفات التي استطاعت من خلالها أن تلفت أنظار العالم إلى ما تتمتع به المرأة البحرينية من قدرة على الإبداع والإنجاز في جميع المجالات. تم اختياري للحصول على هذه الجائزة العالمية. طبعا وجود جوائز عالمية تكون مخصصة للمرأة في المجالات العلوم المختلفة، بعد هذا شيء فعلا تحتاج المرأة، ويمكن في دول العالم المختلفة أكثر منا احنا بعد بس البحرين، بس كون اني اول بحرينية اختير لهذه الجائزة، وخصوصا في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية اللي هي عادة الدول المتقدمة تقاس بتقدمها في هاي مجالات العلوم، خلاني اكون محظوظة واقدر ارفع اسم البحرين في قدام العالم كله، وأكون فخورة أني أنا حصلت على هاي الجائزة. وطبعا تطبيقاتي الميدانية ما كانت فقط في البحرين، كان عندي تطبيقات ميدانية في مختلف دول العالم، لكن اللي قدرت أبين لهم أن الباحث البحريني، الممارس البحريني، المطبق البحريني يقدر يمارس هاي الأمور في كل مكان. واستخدمت دمج مفاهيم العلوم الاجتماعية والاقتصادية مع بعض، لأنهما أضلع ما نقدر نفصلهم عن بعض. الدكتورة دنيا أحمد شخصية مؤثرة تمتلك الكثير من المهارات لتشغل العديد من المناصب، فهي أستاذ مساعد في قسم العلوم الاجتماعية بجامعة البحرين، ومستشار التخطيط والتطوير الاستراتيجي بالمجلس الأعلى للمرأة، فضلا عن تخصصها في مجال المرأة والإعاقة. الإنجازات العالمية التي حققتها الدكتورة دنيا ما هي إلا حصيلة الدراسات المتعددة التي حصدتها خلال السنوات الماضية لترفع بها راية البحرين عالياً. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.